شيء من الاشياء والاحتفالات اللي تسوي اقول لكم وقت الوقت اللي خطف من ضمن احتفالات الاعراس سابقا، هذا بعد من الاشياء القديمه، من ضمن الاحتفالات اللي تستوي غير الرزيف وغير العياله وغير الحربيه وغير كل هالامور، ترى تسوي ساعات شو اللي يستوي؟ يستوي ركض. هذا الانسان مش لازم يكون شيخ او مليونير، مدام شيء قدام طرف شيء مركاض شيء مكان للركض اركضوا سووا شارة تكون سيارة ولا يكون بيزات، أو يحطون جائزة للي يعني بيفوز ولا بيجيب المراكز الأولى. هذا بعد من ضمن مناسبات الأعراس الأول، واللي ياخذ الشارة أول بادي تكون طاسة الزعفران ويدبغون رقبته ومنحرها الفايز أو الفايزة. يعني كانت احتفالية وايد جميلة، وأغلبية الفرجان الأول كلهم في أطراف الفرجان شيء مراكيض، بالأخص في دبي وبوظبي سويحان السمحة العين كلهم فيهم مراكيض أطراف الفرجان الأول، من الفرجان اللي فيها المركاض الأول في الشندقة. شوف عيني كنا عمري 5 أو 6 سنين وين بيوت قوم الطاير، شيء مركاض هناك وشيء طاسف، بقول لكم يمكن نفرين ما يشلونها، مدبغة يميع الزعفران فيها عجل، واللي تيب الرقم يدبغون رقبة. هالكلام من دلقون صدورهن ونحورهن عطايا الله اللي جايبات ارقام زين، يعني هذا من ضمن الاحتفالات الاول، من ضمن الاعراس الاحتفاليه بالعرس هذا اللي يستوي. وما ترى على فكره ما بلازم يكون اللي مسوي الشيء هذا من التجار ولا من اللغة، حتى من عامه الناس العاديين كلهم هنمون، ما شيء يعني شيء سبيشل مستوي حق البيت الفلاني ولا الناس الفلاني، حتى الناس العشيريه الناس العاديه هذا ما يستوي، مش شيء محتكر فقط على التجار ولا الطائفة الفلانية ولا القبيلة الفلانية، لا لا لا، هذا شيء من العرف، شيء متعارف عليه هاك الوقت. وكانت والله الأيام، لا أنا لو برمسكم عن الأعراس وعن الاحتفالات الأول وايدة، لا تعد ولا تحصى. لما تشوفون الحين الزبدة على الضوء، وهذا ما بزب دكان، كم مرة اللي يسألون هالمضافين اللي داد ما بزب دكان، ها زبد المزارع، زبد مال المزارع، فلذلك أبوي يتم يبطي لين يخوز البخار اللي فيه الماء، من يخوز الماء اللي فيه يصفو يغدي هالنمونة، من يغدي صفاء أو نقاء بهالطريقة حطوا الدويات وتريوا لين يصير تعتزل الخلاصة، تعتزل الخلاصة عن الدهنة وتركد، وخلاف الله يحفظكم شو اللي يستوي تريوها لين تبرد 48 ساعة. مشي الخلاف وزليناها نبوية، شيء فغراش وشيء بدباب، ما شاء الله وقفنا نبوي الباب، ما شيء دبب ما في ثلاثة أربعة، الحمد لله. فلذلك هاي طريقتنا من هالكثر سنة والدنيا بطرجة، الزبد يبي أول شيء ودوا السيارة حطوا الجدر في البيك اب، هذا حطوا الجدر في البيك اب وساروا بلين المزرعه، وازنوا السياره جدرها خالي عن باب المزرعه، ومن راي ودوا الخلاف داخل ابوي السياره داخل عند المعمل داخل، وكودوا الزب داخل، انشوا عاده وازنوا السياره مره ثانيه قبل وبعد. يابوا عاده الجدر ودفعنا جيمته وركبنا على الضوء، ويازم ابوي على الضوء يجول الضوء هادي لين يصير يتبخر الماء خير شر، من يتبخر خير شر داوينا حطينا دوياته كل حد بحط طريقته. فلذلك الطريقه والكميه كل هذا متفق عليه اكثر من 35 37 سنه، لين يومنا هذا نفس الشيء، ما شيء اي
شيء أي اختلاف من هذاك الوقت إلى هالوقت، وبهالطريقة ونفس الطريقة التسويق ونفس كل شيء. وللطلب ترى تعرفونه أنتم الرقم، ما نحط لكم البوستر الحين مرة ثانية. يا تعال يا ما في مشكلة، شكرا. شغل مالك نمبر ون، نمبر ون أحسن من تمام. بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا شامبي. أنا طالة عمارتكم حاليا، وين موجود؟ هذا خط العين، وأنا طالة عمارتكم موجود عند هالسوبر ماركت اللي تشوفونه، بقالة الزمن. في وين؟ عند هالشيب العود، ساير الساد، ساير الساد بسفرتي وعقالي وعلمي وخبري، وهذه السفرة والعقال. انزين، قبل ما أوصل موقع بلبس سفرتي وعقالي، والموقع هذا قريب، واتفاجأ ان قوم دواركة ما حطن ليها قحفيتي، بهي شالة سفرتي وعقالي بتحطهم في السيارة على اساس اني اظهر بشد متجهوي مخلص، وحتى نسيت البيزة. وش لكم انتو ان ما حطوا القحفية؟ جيب بيزات ابراهيم، ما عندي ولا خرد كاش ما شيء، اي شيء تخيل والديك. طيب هالكثر انا ابوه كم بنيت هالكثر قنبلية عندك؟ انزين، والله يريد اني ادخل القط هالريال الطيب واتخبره، مستحيل اني القط قحفية في هالسوبر ماركت، سوبر ماركت في خط، كيف تلقط فيه قحفية؟ مستحيل. يوم جيت وتخبرته، وش لك انت؟ شو لكم؟ يظهر لي هالكريتين وفي جميع القحافي. الحمد لله يا ريال، انت نمبر ون. واحبه فوق راسه، رحيم الله يا ابوكم، اني ابوك رحمني ورحم الله. كم ها بيزات؟ صوت نمبر ون؟ اوكي ولا ما هي اوكي؟ شو اسمك انت؟ مشكور يا ابو بكر، بارك الله فيك، شكرا يا ابو بكر، حجيت ولا دريت يا ريال. اي والله سمين يا ابوك، كان حد يفرح بقحفيه، كان محنس كنز يا ابوكم. هايوم الله يبارك الستر، والله يبارك الخير رب العالمين. هياري ابو بكر في الطريق، جزاك الله خير يا ابو بكر، حجيت ولا دريت يا ريال. يا ربي والله يا ابوك، اني اول ما قال لي عندي قحافي قبل ما اسير واصور اجيب البيزات، اني حبيت على احتزاق، قال بسم الله شو بيسوي؟ نحبيت على راسه حليله. يا ربي ما شيء دكان ولا شيء. وتدري شو كنت ناوي نلقط بيت عرب اوادم، بيت عرب في الساد ولا وانا في الطريق، والله اني ناوي ادق عليهم الباب واقول الله الله فيه اعطوني قحفيه، لازم حب يظهر من هالبيت، طباخ ولا دريول ولا اي كان حد، ابوي الله الله فيه اعطني قحفيه، ما بيقولون لا. اشوفها عادي يعني، ما اشوفها غريبه انك تطلب من حد قحفيه، ما يعني ما اشوف فيها يور ولا منكر. يلا نرمس خلاص. ما تعرفون وبارك الله فيكم ان حين رمضان ما شيء باجي عنه، وانا مضرنكم ان كل سنه انتقي مكان يكون جميل وزين وموثوق به، وموثوق منه اني انا عيولتي اللي لرمضان اخذهم من هالمكان. كل حد عنده حلال يعلى الله يرزقه ويسخر له الارض من عليها. يا غير انا يعني خبر عن مزرعه وعنيت ليه هالمكان، لجل شو؟ لجل اخذ عيولتي من عندهم. عندهم عيوله من سن 40 يوم الى سن حول ونص وحولين بعد. فكرة يوم أقول حولين، ترى ما شيء أصلا عندهم مهات حولين لعيولة، لأن العيل ما بعد السنة ينقال عن ثور، والثور طالت عماركم ينخذ حق الأضحية. من شروط الضحية اللي بيضحي بثور لازم يكمل حولين، والثور بحولين عن سبع، يشتركون في سبع تنفار، سبع تنفار يشترون ثور واحد، هذا عن سبع ضحايا، حق سبع تنفار يضحون في ثور واحد، لكن شرط أن يكمل حولين. يلا الحين بنرمس عاد وياكم مع حد دكتور الفنان. السلام عليكم دكتور. يا هلا يا هلا. كيف حالك؟ يا مرحبا بالزول، يا مرحبا يا مرحبا. الله يعطيك العافيه. زين هالريال وين وهالفنان؟ السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.
هذا الدكتور محمد عمر. محمد؟ يس محمد عمر عوض. محمد ولد عمر بن عوض. يس هم يس بعد؟ دكاترة اثنين يداوم واحد من الصبح لين الظهر والثاني بوي من الظهر لين نص الليل. انزين شو الأحجام والأوزان اللي عندكم والأعمار؟ أولا تخبرني بالأعمار من إلى؟ من 40 يوم إلى سنة وثلاثة أشهر عندنا في المزرعة. أيوة. زين. نعم زين زين. والبيع بالرأس ولا بالوزن؟ في ناس يريدون بالرأس وفي ناس يريدون بالوزن. يعني كل إنسان وعينه ميزانه. أي نعم. توكل على. يحب هو إحنا حاضرين. توكل على الله. توكل. يعني حين نحن بنرويكم الموجود عندهم نسبة اللي أنا شفت بصور أنا قبل شوي واصل شفت أنا اللي أنا شفته. شيء يشرح الخاطر شيء يرزى ويستاهل. أمهات سبع شهور الحين العيد من يجيك يتربض ويجيك ما شيء لا ما يصيح والبقرة ما تبنج ترى البقرة تبنجح من الشو مصراف والعيل يصيح من الشو مليوع ها ترى البقرة فقط هي اللي تبنجح والثور يصيح والعيل يصيح يعوي شرات الذيب هذا متى مليوع وانتم اللي تشوفونها ها تحراها الماكلات منوم شبعانات وبالاخص العيل من تشوفه يتربض عرف ان ابوي اموره طيبه شبعان وبخير وسهال ولا يشكو من باس ها على ما تشوفونهم هاي كلهن ما كم هاي عمرهن اذني اعمارهن 7 اشهر 8 اشهر على 7 و8 اشهر على 7 و8 سلام عليك العيل قم عطنا مقفاك شوي لو سمحت ممكن اشقر الله يا الله يا الله يا الله هذا هذا في عرج لبناني هاي الحين امهات 7 شهور هل تشوفونها كلهن امهات 7 شهور شيء امهات 7 وشيء امهات 6 شهور هاي الحين باجله 3 شهور بيدور عليه حول تعرفه من جرنه ومن تاريخ ولادته ومن رقمه وكلهم ما شاء الله طعايم ولا تشوفهم بطنه من هد لتحت هذا اغسل يك من البحر العيل من تشوف بطنه خافج لو تطعمه ما تطعمه ما يسمن يسوي بطن لكن هذا النوع من العيول مطعومات وهن صغار شبعانات مبيايات مهلكات وعقب سمنن لا هذا العيل واحد عن 6 عيوله من الصغار عن 6 فانا اضمن الحمتن انها بيضه الحمتن بيضه شرات القطن خذوا مني قرنتي انا يا راعي خبره وراعي حلال الحمتن قطنه منذر نعم الحين هاجتكم مال وين الجت هذا اليابس هذا امريكي نعم يجي من امريكا واكو قسم يجي من السودان نعم زي عيني هذا المنشا امريكي ايوه اذا شوف تطعمون من عيولتكم نعم والعلف والعلف في مصانع مهمه جدا بالامارات وراقيه جدا اللي هي مثلا اقربيتا تغذيه نعم هاي باب ليش لا حضرتك تغذيه ابوي ظاهر من الامارات نعم من ابو ظبي نعم. نعم يعني عليه رقابه نعم ما في شرق ولا غرب تحت الرقابه الغذائيه ذولا ما يشتغلون أيوة. نعم منو يجيكم انتم الرقابه الغذائيه وكل كم يجونكم والله يمرون يعني يكون على هذا لانه احنا حتى عجولنا من تروح للملحمه للعفو للمسلخ نودي شهاده صحيه وياه هناك يدققوها دكاتره من الرقابه الغذائيه والبلديه كله نعم. من عن طريق ال اي نعم مسيطر عليه 100% هذا الموضوع سبحان الله اي نعم يطلع من عندكم نعم. شهاده العجل شهاده صحيه برقم العجل نعم ووزن العجل وين رايح العجل انزين نعم. حتى حق الشخص اللي شارنا منه اكيد ولازم ينذبح من عند انت طريقه الطلب كيف طريقه صبر قبل طريقه الطلب هل تطعمون انتم سح ولا ملاس على فكره الملاس هذا اللي يستخرج من قصب السكر بديل السح بديل التمر حد من العرب يوردون من مصر ومن السودان ومن الدول اللي من غير اللي هو مال قصب السكر دبس فحد من العرب يطعم الدبش دبس وحد يطعمهن سح
احنا حتى المولات نشتري مصادر من برا، في مصادر من داخل الدوله ما شاء الله. في مصنع الغرير عند مصنع خليج السكر، نعم. هذا هم يطلع يعني ينتج المولاس اللي هو دبس التمر. هذا نعطيه احنا للعجول الصغيره على مود اولا شويه يصير مناعه عندها قويه، واثنين تصير شهيه للاكل. ايوه يعني تشتهي، تقوم تشتهي تاكل حتى تكبر يكبر العجل. الحين هالعيول هالصغار بنات عيال كم هاي؟ هذني 3 اشهر واقل. 3 اشهر واقل؟ اقل نعم. هاي اللي تشوفونها؟ نعم. وهاي الابيض شو؟ نوره. هاي نوره ولا شو؟ هذا اي نوره، هذا على مود نرشها كل اسبوع مره مرتين لتطهير الارضيه. هي لتنظيف يعني شلون مطهر. شرات مطهر. نعم. هل تشوفون هالنوره؟ يبونها الهلب الحلال يذرونهم في وين في الزروب، وين تزرب الدابشه لازم ترش نوره على الطفيليات وعن شيء ولا شيء. يا جماعه الخير، انا جيتي انا حينه حي وحايه وبيع مسابيح. اولا باخذ انا عيول اهلي حق رمضان، باخذ الله يسلمكم اللي يشوف انا هالمكان اللي انا فيه ما يقول انا في مزرعه ابويا حق بيع بقار وعيوله، وسبحان الله رب العالمين. لكن حفظكم في هالمزرعه لجل اول بادي مثل ما قلت لكم، حي وحاي وبيع مسابيح. اولا انا بتنقع عيولتي، انا في طبيعه، انا عينك ميزانك، اذا انا ما اشوف شوف العين ما اطمن. وهاي المزرعه لو اني انا اعرفها من قبل ما عليه، انا ما اعرفها سمعت عنها، وهذا اللي يابني الصيت. فانا جيت الله يحفظكم وشفت بتنقع عيولتي اللي اباهن قدامكم. انا بتشوفون طريقه مشتراي لاول عيل، برويكم طريقه المشترى وكيفيه التخليص اذا بتكون انت موجود. في نوع عندهم ثاني من البيع والمشترى. هيثم تعال شوي لو سمحت، ممكن منذر. ما عندي منذر وهيثم عيال عم. لا منذر ترى غير منذر عن هيثم. قلت هيثم؟ أيه. هيثم غير عن منذر؟ اي يختلف. انزين بارك الله فيك. أيه. انا حينه عيني ميزاني روحي باخذ. نعم. انت شو طريقه البيع؟ في طريقتين للبيع اللي هي مثل حضرتك قلت، انت تريد تجي تشوف عينك ميزانك، تختار العجل بيديك، نودي لك اياه على الميزان، ميزان الكتروني موجود بالمزرعه. نعم. نوزنه بقدامك، اقتنعت به 100% وزنه كذا، نروح نسوي لك فاتوره ونحمل لك اياه ونوصل لك اياه وين ما تريد. بغيت حي ولا تريد حي؟ نوصل لك اياه حي. تريد نذبح لك اياه ونقطع لك اياه بملحمتنا في ابو ظبي بالخالديه، ملحمه ومشاوره وبالخير، هم عندنا هذا الاوبشن. هذا الاختيار. زين. طبعا احنا من اذا انت حضرتك تريد تذبحه نوديه مسلخ ابو ظبي الالي. نعم. تحت اشراف الرقابه الغذائيه وبلديه ابو ظبي. وتصورون لي اياه فيديو وهو ينذبح؟ لا، داخل المسلخ ممنوع. ها. من يطلع اللحم من اي نعم. ففي ناس قلت لك يجون ياخذون يشوفون العجل ويختارون، نوزن لهم اياه ونوصل لهم اياه للبيت او لمزرعته او للمسلخ. وفي ناس لا، يعتمدون على اختيارنا احنا. اختيارنا احنا يقول يعني حدد لي الوزن او العمر. انا اختار عجل، اروح اوزن، اخذ له صور، اخذ له ميزان. تصور شوفوا الاختيار الثاني، انا بخبركم على الواتساب، لازم يطلب السن المعين، يقول والله السن المعين هذا وزنه 100 كيلو، وزنه 70، وزنه 80. ترى الوزن هو كرشته وما فضل عنه وما لا 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 لا, لا. هذا هو. انا بربيكم الحين ليش الحين طاوله هو قصيره، ايش رايك نصير مره واحده؟ اي كلام. بارك الله فيك. 19 اسم. اي منذر موجوده بالقران. كيف اقرا القران راح تلقي منذر، منذرين، منذرون، هاي كلها الحين يقول يعني هالكلام، لاني دوم بدل ما اقول له منذر اقول له هيثم. اي فزعلان هو، قال لي انت ما تقرا قران؟ قلت له اقرا. قال لي كم مره؟ 19 انا حاصيهن الحمد لله. زين ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه. الحمد لله. ابشر يا ابو هند، ترى اسمك مذكور في القران كم مره؟ 19 19 مره في ذمه ابوي هذا سميك. اسمع يا ابو هند، اسمع يا ابو هند، ترى هذا الرجال راعي المزرعه يقول ان اسمك موجود في القران 19 مره. يعني تستاهل والله، على الله يطول بعمرك. الله يسلمك، بارك الله. زين الحين هنا اللي اخترته الله يحفظكم، اخترت عيولتي ورقمناهن وخلصنا. بيجيبوا لي اول عيل قبل رمضان ب 24 ساعه، بيجيبوا لي اول عيل يوم السبت الجاي ان شاء الله. طلبت تقطيع ثلاجه،
تقطيع ثلاجة اللي هو اللحم مع العظم لأن حق هريس. بيبون لي أول عيل يوم السبت الجاي إذا الله جعلنا من الحيين، بيودون السيدة وين المقصب وبيكشف عليه، بيذبح بيقصبونه وبيذبحه القصاب بيقصبه وبيقطعون الثلاجة. القطاع العادية بقيت بها أمهات كيلوين ولا أمهات ثلاثة ولا أمهات كيلو ولا أمهات نص كيلو، هذا أنا إرادتي. في طريقة ثانية، في طريقة ثانية غير عن المقصب الأهلي، هذا نحن أنا المقصب الأهلي، وفي المقصب الآلي. المقصب الآلي مثلا والله نحن نبغي مثلا شو اللي يطلبون طريقة الطلب. في ناس مثلا تقول لك أريد اللحم تقطع لي أسوي لي من عنده ستيك، تكة، همبرجر، مثروم ناعم، مثروم خشن، هاي متطلبات البيت للثلاجة يعني. اي نعم احتياجات الامر ام البيت يعني. زين لكن اللي حقي انا اللي طلبي انا انتم ما تسوونه. لا نعم نسوي لك اياه، تسوون حق طلبي انا اللي حق هريس. اي نعم هذا يعني هذا في نفس الوقت. نعم. ود عيلك ويقصبونه ويبون لك اياه وانت تقطع على هواك في بيتك، او انك تطلب تقطيع صغار ويقطعون امهات كيلو ولا كيلو وين ولا جوايم اللي تباه، هذا اللي حقي انا كل مره. لكن في تقطيع ثاني اللي هو الحين بيخبركم عنه او خبركم عنه، انه حد من الحريم والله تقول نحن نبى حق همبرجر ونبى حق ستيك ونبى حق ريش ونبى مفروم خشن ومفروم ناعم ولا لا 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 ومال كباب متبل وكل الامور اللي تريدها ام البيت تحتاجها، لسان عصفور مثلا، قطع صغار للشوربه للكذا، كل الامور هذه. فمثلا يقولوا لها العيل هذا هالكثر فيه لحم، فهي تطلب ابى هالكيت وابى هالكيت هالكيت. طريقه تقطيع اللي هالكيت وتنفيذ طلباتك يلي انت تبين ستيك وبفتيك ولا لا 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 لا، هذا وين؟ ما بعد المقصب مالنا، شيء مقصب ثاني للحكومه يسمونه المقصب الالي. انت تنقين العيل قبل الحشر بعشر، بغيت العيل بو شهر ولا بو عشر شهور، شو اللي تسوي الاجراء؟ هذا اللي تبع الحكومه شي تسوي. تفضل. نعم. ترى هم ترى عندهم ملحمه، ملحمه تبش اسمها ملحمه ومشاوير رواب الخير في الخالديه ابو ظبي، عندهم ملحمه. نعم. فملحمه تم الله يسلم عشان يظهر مقطع ومقرطس ومزين زي ما زين، يوصلك عيلك كامل تطلبين عشر ويبات همبرجر، تطلبين عشر ويبات حق شوربة، عشر ويبات حق ما أدري شو، حق طحنة الزمان، حق الكراعين، بما تطلبين هذا له ترتيب آخر. مبعن البيزات، نحن ما نطري بيزات الحين، هذا طريقة. كم سعر التقطيع هذا؟ إذا كان العجل أقل من 250 كيلو نأخذ عليه 200 درهم ذبح وتقطيع. تقطيع النمون اللي هي تباها. اي مال هالترتيب شنو اللي تحبه ام البيت نعمل هي 200 درهم. نعم. واذا تقطيع اللي حقي انا امهات قنبو كيلو كيلو وين قطعت اللحم حق جدر هريس عود نفس الحاله هذا بعد 200. اي والله والله انت خير نمون بعد انا اللي بيعذبكم ما شيء نفس سعر اللي بتعذبون يعني احنا عندنا الناس سواسيه كلهم نفس الشيء تقطيع 200 درهم للعجل الصغير العجل الكبير 400 درهم ايوه هذا انا اللي اطريه اي نعم يعني ما بسواسيه لا سواسيه بالقياس مال العجل يعني اقل من 250 200 درهم شو تحب تريد قطعه كيلو او قطعه 10 كيلوات او همبرجر وستيك وكذا كله 200 درهم لكن ما زاد عن 250 يصير ب 400 درهم ايوه طبعا هاي اجور اي تشمل اجور الذبح اللي بالمسلخ الالي واجور التقطيع بالملحمه مشاوير رواب الخير يعني في العيل الحين اللي يبونه همبرجر وما همبرجر ياخذون العيل انت تودي وين لازم هذا العجل اذا حبت ام البيت تريد تقطعه حسب ما يعجبها لازم يروح اللي هي يدخل اللي يعجبها قصده ان الهمبرجر والستيك والبفتيك. نعم. ولا لا لا لا. هاي الاشياء هذا قانون في الحكومه للي بيظهر تقطيع ملحمه تفضل لازم نوديه الى مسلخ ابو ظبي الالي نعم مسلخ الضب الآلي يكشف على العجل هو حي نعم نعم الله عليك وثاني يوم يذبح للعجل وبعد ما يذبح للعجل يدخله بالثلاجات مالته حتى يبقي العجل تقريبا 24 ساعة على مود يشيكه مرة ثانية انه هذا اللحم 100% ما بأي شوائب اي مشكلة به بعدين يطلق اللحم للملحم يعطينا اياه من يعطينا اياه نبدأ عادين احنا عمل اي نعم نستلم اللحم هي
نجيب الملحمة بثلاجة مبردة. أيوة. تابعة للملحمة. نعم. نعم الله عليك، وننزل اللحم، نبدي عادين نقطع اللحم. مثل ما تبى راعية البيت. أي نعم. اللي عيالها مشتين همبرجر. نعم. والعيال يبون ما أدري شو. نعم. وبلاك طالع منك، أنا رمسك هني أشحت منك. أنا حين أرمسك وتصد هناك. والله انت بعد غير نمونه، لو اشلك بنقول ما عليه، حول بنقول ما عليه. محمد ما شاء الله عليك، انت وجهك انت خليت ما شاء الله عليك، والله انت غير نمونه. عندنا حاسفي مبهين، رضينا بالبلا والبلا ما رضاه بنا. بلح الحين انا جايينك من بوظبي لين الساد وانت تحيس وجهك منك. ذبحنا لك 10 ذبايح وينهن؟ ما شفنا شيء من كرم حاتم. والله ما مقصرين مساكين. ها شان تبون الصدق؟ ما خلوا شيء ما يابوه. فعلا الشر والبلع عنكم. سجادة الحمر شنها؟ صار تراب شنها؟ ما كذبك. أقول لك. نعم. ليش ما خليتني أصورك بلي نظارة؟ ما أشوف. زين ما باك تشوف. زين أقول لك. أستاذ مدر. نعم حبيبي. شو تخصصك أنت؟ أنا إدارة مشاريع. ما شاء الله عليك. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. أقول لك المزرعة. نعم. الحب المزرعة. مات الروابي الملحمة. ملحمة المشاير رواب الخير. هي نعم. وين مكانها؟ موجودة في أبو ظبي الخالدية بشارع الاتصالات الرئيسي. الاتصالات الرئيسية هي. بالآخر على إيدك اليسار لونها بالأحمر مطعم ومشاوي. ملحمة ومشاير رواب الخير. زين الحين اللي بيصير الملحمة يبقى لحم. اللحم اللي عندكم في الروابي نعم ظاهر من المزرعة هاي ولو شو؟ نعم نعم العجول ظاهرة من نانا أكيد. عجول الهولندية المحلية. احنا نذبح كل اسبوع اثنين ثلاثة ونودي للملحمة ونبيع للزباين. زين قلت حين عجول هولندية، كيف يعني عجول هولندية؟ الهولندية هولندي محلي. ايوة هالي طايحات ومستويات في الدولة. نعم مثل اللي شفناها صورناها الزغار. نعم تاخذونهن عيال يومين وثلاثة. نعم. وترضعونهن وتعبلون منهن وتطعمونهن. نعم. لين يلتشن. نعم تعرف شو يعني يلتشن؟ يكبرن يعني ينهضن يعني. لا يلتش يغلي متشن متشن لحم ريج ما يجي بطنه من هدل ماكل من عقب يوع. لا هذا ماكل وشبعان من صغر يعني. شفت اللي يقولون عنه رابي رباحة؟ اي اي ما احبه الا امه وابوه. يعني مرصوص. سمعت عنه اللي يقولك ما احبه الا امه وابوه؟ ايوه هذه مرصوص يعني. ما ابغى ياسه في كبري كل من يويها. لا ها ما حب الا امه وابوه. هاي يضربوا بالوصوف. نعم. كل من يو حبه. لا امه وابوه فقط اللي تحبوه. فهمت؟ احسنت. اقول لك نحن الحين سارين ابو ظبي، نحن ساكنين مدينه محمد بن زايد. زين اعطينا موقع الملحمه بنسير حي وحاي، نحن بنصورها النا وللعرب. ومني الناس عسب اذا بغوا عيوله لحم ريج لحم، ما بلازم تاخذ عيل كامل، بغيت اللحم من هذا المصدر وتوثيق ابوي من دائره حمايه المواطن وما يسمون هذاك الوزاره لحمايه المواطنين والاشياء هاي كل ابوي مختوم موقع معدل تبع الحكومه من مصرخ الامارات. العيول انت شفتوهن. زين تخبرنا وين الموقع ونحب نسير. ولا انت الحين وين انت بتجلس؟ انت بتقعد في المزرعه ولا بيصير ابو ظبي؟ لا والله باقي بالمزرعه. منو بيصير ويا يعني منو كيف بنعرف المكان؟ ما يتيه المكان يعني. ما يتيه ولا ما يتوه؟ ما يتيه او ما يتوه. احنا بالعراق نقول ما يتيه. يا ربي. اي والله. ما العنوان نحب نسير؟ العنوان ابو ظبي. إيه؟ الخالديه الاولى يقولون يعني. انا ما اعرف متاكد من العلم. في خالديه الاولى والثانيه صح؟ ولا وين الاتصالات بس؟ اتصالات شارع الاتصالات الرئيسي البنايه الكبيره. شارع المطار يسمونه. اي نعم احسنت. ايوه تدخل بهذا الشارع بالاخر يجيك حرف تي، اما يمين او يسار احنا الركن اليسار. ما يتيه ابدا. ما يتيه بعد مصر؟ نعم توكل على الله. نحن ابوي بنسير بنصور لكم موقع الم... ال... 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 بس عاد ترتي ريت لي كبدي يريل. ها انا ابو شو توتر من شو؟ سي ان ان يا سحيره يا سوي له وياك. خلى عليك ما عندك غالي. عق النظارة. طول عمرك. عق النظارة. عق النظارة. أشوف تأمر أمر. يلا 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 يلا.
نورت لي صبر الحين انت منو قبل نورت انت منو وش اسمك وعلمك رضوان مغربي ان شاء الله والله مرحبا مرحبا نورتنا اليوم زي. رضوان انت تدري انك هذا اللي عارضينه هالكراعين هذا هو صح. اللي انا غرامي انت بتحبه وبتعشقه اي والله كراعين مال هي مال ابو ظبي هذه جايه من المزرعه ايوه وهذا الراس اي راس هذا نص راس هذا نص راس راس ينباع بالنص بعد والله ما اقول عنكم شيء امسك لك حتى نشوف ما شاء الله شيء ولا اي والله هذا غرامك اي والله يلا والحمد الفتش هذه عاد يا سلام سلم زين والكرشه كرشه عيونه هذه كرشه عيله هذه مصران وكل شيء كل شيء بينباع هذه تاخر فان هذا كل شيء موجود في كبده السلام عليكم هذا حينه العيون الهولنديه العيون الهولنديه أيوة. ما شاء الله هاي الحمتم اظهر لي القطعه هاي لو سمحت اكيد شنو بتراويني هاي الحمت اي قطعه هذا اللعب اللعب شيء ايوه هذا من العيون مال المزرعه مال المزرعه شو قايل لحمته؟ هلا اقول لك انا هذا سبتيه هالنوعي اللحم ايوه لونه زهري هذه اخير لحمه زين وهذا ضلوعهن الضلع هذا يبوا يسوي الرياش وما رياش واللي يبى ستيك واللي يبى بوفتيك واللي يبى اي قطعه يخص العيل اللي انتم بتشترونه هم بيخدموا لكم اياه يسوي بغيتوا ريش بغيتوا كباب بغيتوا كفته بغيتوا طحنة زمان على هواكم اللي بياخذ مثلا اللي بياخذ شيء ولا شياته يبى انت الحين عرفتوا مصدر اللحم في وين من اي مكان وين ينذبح وطريقه تغليف وطريقه طلب اذا لازم يبى ياخذ عيل كامل ولا عيلين ولا يبى ياخذ قطعه معينه من العيل اذا يبغي شيء مذبوح وزاهد يجي عندهم يجي الملحمه هاي اللي الحين انا اصورها واللي يبى عيل كامل بعد اي يقدر يطلب من الملحمه ويقدر يطلب من المزرعه من الارقام اللي حطينا لكم اياهن واللي يبى كراعين يبى لسان يبى راس على حسب الرغبه يبى كبود يبى رقاق يعني لان هذه مزرعه كامله ويجيبون الملحمه العرب كلها تحررت توا جديد المزرعه الملحمه ترى الملحمه من زمان ومشهوره وكل حد يعرفها انا ما اعرفها لاني انا ما اخذت لحم من ملحمه نحن ناخذ ذبيح بذبيح حتى او العيل بعيله على فكره هاي لحمه العيل هاي لحمه العيل ابو سبع شهور شو لو سمحت ظهر لي اللحمه هذه هاي لحمه العيل ابو سبع شهور هي عاد القفط يا الله موناك اظهر لي هاي اللحمه هذا كم وزنها العيل يوم انذبح؟ ها؟ هذا وزنه 380 يوم ينذبح شوف اللحمة ما زينة تبارك الرحمن ترى شيء عندهم ابويه سجق وشيء نقانق ها كله مالهم هذا كله انتم مسويين انتم مسوينه خلص اليوم خلص الهمبرجر ما شاء الله اذا حبيت ناخذ اجر ونسوي له غيام معانا وشجر وهذا يعني كل شيء رتب لك منه حتى المفروم الكفته ستيك ما شاء الله كل شيء شو بتحب تعمل ريستا بارك الله فيك بارك الله فيك اخر الشارع هذا نحن الحين في الخالديه اللي هي عباره دائره المياه اخر الشارع هذا على يمينك انت اتصالات وعلى يسارك يجي المسيد العود الرئيسي مال ابو ظبي اللي مشاهد قصر الحصن تمشي بوي هذا سيدس في اخر بنايه هذه ملحمه ومشاوي ربابي الخير في اخر بنايه ما اخذ ارضيه البنايه كامله ما شيء عقبها على يسارها مزرعه قصر المنهل ما يباله سر ولا تعال وهذه ابو الملحمه اللي يبون منها لحمهم من المزرعه اللي تونا جينا منها مساكم الله بالخير اقول لكم شوف ما شاء الله هذا من عقب الشو هذا كله من عقب اليم اللي خبرتكم عنه من تنيم الياسمين والفل هذا كله هالنمونه هذه
تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين ترى بكرة بيكون يوم اللا يوم اللا ما استوى يوم لحين من كم من يوم أكثر من شهر ما اتخذنا إجازة ما لا والله أمسات يوم توفى حياة محمد بن سيف أبو هلال وأبو مرزوق كان يومين لا كان هذاك شيء عادة خارج عن الإرادة كان الشيء اللي بخاطر المرة هذه ليش بيكون اليوم يوم الله الله يحفظكم بيكون يوم الله بكرة لأن بكرة وراي سفر الساعة 10 بكون في المطار الساعة 2 بطير الطيارة 2 ونص ظني وخلاف طريق 7 ساعات لو 8 وسيرة بتكون شاقة يعني فما بيكون عندي وقت ورا بكرة إن شاء الله في سكوتلند في غلاسكو إن شاء الله بيكون شيء تصوير وشيء علم وشيء خبر مع مجموعة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي أبرزهم منصور القيبة إن شاء الله من المملكة العربية السعودية بيكون لقاءات جميلة بتكون يلسة وسوالف وعندك وإليك وشيء أمور وايدة بتكون تغطية إن شاء الله من أروع ما يكون حدث جميل في غلاسكو إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين ومدلنا بالعمر وصلنا بخير وسهالة أبشروا بالشيء المميز اللي بيتصور لكم وإن شاء الله أني ما بطريه لين أوصل أول الله إذا الله جعلنا من الحيين وحاول أنه اليوم بحاول أن اليوم يكون شيء بسم الله ما شاء الله بحاول أنه اليوم يكون شيء الله يسلمكم خروفة ولا شيات يكون حي وحاي وبيع مسابيح مرة عن مرتين مرة عن مرتين ويكون إن شاء الله إنجاز حلو ويكون بالباشر ما شيء سنابات طول النهار يا غير بيعيش السناب لين بكرة مثل لين نص الليل يعني باشر يعني اللي بيتصور اليوم في الليل بيسد لين بكرة فأتوقع اللي بيكون يسد ويزيد هذا ناتج الهنباة يوم تشلون عنها الورد الورد ما يتم اللي مثل هذا ها إذا ما تشله إذا تشله يعطي غل جديد فحين هذا مثل ما خبرناكم قبل وقلنا لكم ضرورة أنك أنت ما تخلي ولا شيء فيها الهنباة ما تخلي ولا زهرة دامها صغيرة متر إلى مترين إلى مترين ونص ما تخلي شيء فيها لين تصير تتقوى تصير فوق عسب ما تندعل وتتم صغيرونه مساويه الأرض مساوي الأرض تازم لازم عشان تبغى تشتل فوق كل من سوت ورد ها تشله تخبر المزارع ولا راعية البيت ولا راعي البيت يوم بيمشي يوم بيشوف شيء ورد بزهر يشله ما يخليه ما يقصه لازم ييني يناير انه الخراط تسحله سحال لكن قصيته بينقض من يده ويديد توحين ياي هذا اللي تشوفون وهذا اللي من الياباني صيني أو ياباني هذا ولذيذ نسيت والله شو اسم المكان اللي بيعونه هنا وهذا جاي لنا بعد من سعيد كافيها هذا من سعيد كافي جزاه الله خير وهذا شيء الفنان هالفيفاي اللي أخذ العقل شكر تبارك الرحمن الفيفاي شكر ما أبالغ وما أقول شكر الحمد لله رب العالمين هذا مزروع العام هبزرع السنة زرع السنة هذا خلاص إن شاء الله بن يعني بيقضى ظني ويا الخلاص اللي زرع السنة اللي مزروع شهر 7 بيقضى ويا الخلاص لكن هذا اللي حين نحن ناكل هذا مال العام مال شهر 7 العام هب 7 ليه خطف 7 العام يعني حمل 7 8 9 10 11 1 عمرها أم الشيرة هذه عمرها سنة وسبع شهور سنة وسبع شهور إن شاء الله متكمل الشيرة تكمل سبع شهور ثمانية عشر شهور حتى ساعة غايته وين عاد كيف أشوف الحين هناك هنا يجيب النياي الدالي هذا الفيفاي اللي خبرناكم عنه اللي كان هاك اليوم مخمل حاطينه الله يحفظكم في
لافين بجرايد أو في العيش. ما شاء الله حينها رقم واحد من رغاية المتمني. هتبقى الصور حين واحدة منهن وأنا باكر. How are you girls? وأنا باكر مسافر وكذا مخمل بعد شيء من قير بين دمر. فلذلك بيتنا أبوي ما حد يأكل منه، ما يطيعون، كان حد بضرابة يأكل شوي منه. ولا والله يا أبوكم إنه ما يتودر، شكر ريج لا حول قوة. ومحمد حصلنا إنسان طيب، هذا هو هني. لا ما حصلنا صدفة من غير ميعاد. لا ما حصلنا، شرفنا بإبراهيم اليوم. الله يسلمك. وأنا كذلك تامنا على شيء. سلامتك حبيبي. أبدا شكرا الله يسلمك. حياك حبيبي. مرحبا حبيبي. تخبركم أن جايينا هالكتاب المميز جابر جاسم، رحلة الكلمة والنغم. اللهم اغفر له وارحمه. يا الله يا رب تغفر لأبو حمد، تجعله إن شاء الله في عليين يا رب العالمين. أسماء ونصوص ومدارات فنية حول الغنية الإماراتية في أكثر من نصف قرن، وكل القصيدة اللي مغنى ومكتوب داخل عيونك تجبر الخاطر وحبك غالب الشاطر. ملكت الروح يا روحي، ملكت العقل والخاطر. الله في كل القصيد اللي كده تغنى من طرف يابري له الجنة. الله. على قائمة القصائد المسجلة في هذا الكتاب المميز قصائد حياة الشيخ، من قصيد حياة الشيخ زايد، مثل يا طير وضبتك بتدريب، هذه من أروع القصائد. وايد وايد كل القصيد اللي موجود في الكتاب من أروع ما يكون. من وين يجيبون؟ من أي مكان؟ من أي مكتب؟ الله أعلم. يا جني هنا ولفت انتباهي. شكرا للي أرسل هاي الهدية المميزة. أبوي أنا جيت عندهم هلا عبد محمد، جيت أبوي بتعشى عندهم، أنا باكر مسافر. وقلت لهم أبوي أنا جالس ما بسيل لا نادي ولا شياته. قال عينك رب تعشى عندنا. وجيت تمحيدون أنا بطيني، جيت أبوي لأن حد شال عليهم عشاء، حد شال عليهم عشان بيوت يراه ما زين لحراراتهم. أقولكم ما بخلي من هلال، وين جايكم هالعشاء الفنان؟ خفيف هالنمونة؟ يا سلام سلم. أقولكم وبتعشى عندهم، بسير رتب ساماني وبشيرية وبسير هي باكر الصبح بسير بوي جلاسكو. جلاسكو عم الصبح قابضة حلوة بتحلو. قول والله هذا ابوي عشاء الجماعة. ها عشاء وين جايكم؟ نطري ولا ما يبون حد يطري؟ ولا بيه توحوني؟ خالد مريد المريخي. والله مليون والنعم. هذا ابوي عشاء المريخات جاي. ها عشاء المريخات، هذا كوسة باللبن ومنها كذا بيه حماد شقايل. هذا ابوي شالين عليهم يرانهم عشاء. رحت معك بالغلط. عمرك جاي لنا هالريال القيواني عيسى العلي. والله مليون مرحبا بالسهلة. وياي ابو الجيت عند قوم ابو عبد الله عند مرزوق ابو بن محمد بسيف. نعم. ياي بيتعشى عندهم بيسولف بيرمس. نعم. وجيت انا على غفا بعد الجيته. الله يحفظك ابرك من ساعة. الله يسلمك يا ابو محمد وبارك الله فيك. شفت هذا مرزوق حلو، هذا الاول من الاساس يسمونه مرزوق الحلو. وين سايري؟ ساير عند مرزوق الحلو. وين جايين؟ جايين من عند مرزوق الحلو. خلاص الحين شو هو كان؟ ما زال كان ولا ما زال؟ لا ما زال. أنا أتحرك كان؟ لا ما شاء الله. ما زال. والله يبوك ما أتحرك كان؟ ترى ما زال. هذاك والله اللي ما زال. ها شوف هيو هالمشخص. هيو هالمشخص. شوف ها هذا يبي يطرش لك من عنك. هي طابقين؟ ما شاء الله. ما شايع بيك صار؟ ها شوي تكسر الثريا. بخ. وهذا أبوي علي بن سالم، وهذاك هي الخبير. كلكم والله يبوكم. يا رمنا يرمونا المريخات، ما رمه ولد امه وابوه. هاي فعايلينا اولي رجيم يا عثرتي. هي والله شو يا ابوكم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. رقم واحد رم ابوي لحديث الباكر. استغرامهم ابوي. ها بيوتهم بخدمه بيت. ها ابو حل بيوت. انا مستعب ترى من انزل شيء طرشه والله. كم استغرامهم ابوي؟ ها العرب كلها تطبخ في بيوتها. جليل اللي ياخذ من مطاعم جليل. انا ما اعرف حد ذبيح وذبيحتين وثلاث كلهم يطبخ في بيته، خاصه جماعتنا كلهم من الشرق للغرب. هذي ياخذوا مطاعم بيكون اللي ما حد بعد ما عنده مطابخ. كل هالعرب فيها بيوت مطابخ، لكن كيف يطلبون من مطاعم؟ انا ما ادري
ما أدري والله مليون مرحبا. شكرا. هلا ابن محمد أقول لك هذا من الرجال هذا. عبد الله بن سهيل صدق عبد الله بن سهيل العفاري والله مليون مرحبا مليون مرحبا ابو محمد. ايش حالك كيف انت؟ والله مرحبا ابو حسين. مسي عليك والمسي على متابعينك بعد لك تسلم. انت طيب انت طيب ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك درجه اولى متميزين كل ما خلو منك. والله مليون مرحبا. حين انت عفاري ولا انا غلطان؟ صحيح. شو عفتك عند القبيسات؟ النصيب الطيب. لا اله الا الله. النصيب يا ابويا وين يجيك يجيك. سبحان الله الحمد لله. انت وين من اخر الدنيا وعفت في نص القبيسات يعني سبحان الله يا اخي. ساعه طيبه. هاي انا ترى امريكا غير باهن وهلال والشباب ندرس والله من وقت كم سنه؟ من 5 سنين. زين سبحان الله وياتوا ناسبتوهم الحمد لله. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. الله يطلع في ان شاء الله هالنسب البركه. هذه الاشيرتهم طيبه وطيبين والناس شرف والله محمد. اكثر الشرف والله مليون مرحبا. انت انسان طيب وخلو الله يجعل ان شاء الله في بدركم البركه. امين هو والخير والصلاح يجعل ان شاء الله هذا التواصل سبحان الله توفيق من الله عز وجل. سبحان الله كيف يعني سنة الحياة. اللهم لك الحمد. الله يطرح البركة. كرامكم الله يا شباب. مشكورين. وين ابو سنيده؟ بس ابوي هاك محلكم عليه دند من 9-10 ممنوع تبخاري. صار ابوي داخل. يلا في مال شباب. مشكور يا شايف الخاطر ابوي من سكوتلند. هات لنا خبر هات لنا حلاوة من الشوكليت. ما لا 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 ما في على الوزن. يلا في مال احد من العرب ما تقول له خاطرك في شيء سيده قال وصاك. ما حد يسوي لكم سبب انتو. ما حد يدوس لهم على الطرف. ما شاء الله ما شاء الله عليهم. روتانا العين زاخر. روتانا العين زاخر. معرض رقم 9 للسنة 9 على التوالي. المعرض 9 في فندق روتانا العين زاخر. حدث مميز لمدة 3 أيام. يبتدي من تاريخ 29. المعرض بارك الله فيكم. من 29 لين 2/5 29 و30 1 و2 يعني 4 أيام. 4 أيام معرض لام شال محتوى تاجرات صغيرات وكبيرات جايات شيء من هالبحرين شيء من السعودية شيء حتى من الهند ومن باكستان جايبين ابوي سامان هو وياهم دراريحن الكويتيات وبواش بوشياتن وعبي ما ومكياج وعطورات بولادي وبناتي المقتنيات الرمضان وحق العيد. هذا كله بيكون موجود بفندق روتانا زاخر. منظمة المعرض إماراتية قح. رقم 1 يخدم كل فئات المجتمع. التاجرات بجميع فئاتهم الكبار والصغار حتى المبتدئات يغير يتم انتقاء المنتج اللي عندهم. فلذلك المعرض هذا يكون مميز ان البضاعة اللي عندهم هي المميزة لان راعية المعرض هذا قابة ريح ولا يعيبها الشيء العادي. الشيء العادي مرة ما يوزلها. اقول كنت ترى من عمان بعد جايات عارضات حتى من عمان جايات عارضات مميزات وشيء من العارضات القدامى المخضرمات القدامى اللي من اول ما ابتدت المعارض في دولة الامارات بعد مشاركات ومشاركات بقوة. المهم والمراد فهمه ان تقام المعارض هذه حتى لاخذ الافكار. البنات المبتدئات اللي بني يسوون بزنس اللي تبى ترتب بيته اللي تبى تشوف تناسق الالوان شو الجديد اللي موجود في السوق شو الجديد اللي عند العارضات تسيري تطمشي. ما بلازم تشترين انت المشترى هذا ما بلازم. والدخول المعرض بلاش في القهوة وفي الاسكريم وفي الكوفي وفي كل هذا ضيافة وبسكوت وحلاوة وانت العادهم سبحان الله ما يبارك سبب حق الملايم يعني روح كنت عارف يا غير ضروري لازم يصير
اللي انا اقصدها الفئه اللي راح تستفيد، حتى اللي تبى تبتدي مشروع ولا بزنس جديد سيري طالع الافكار، سوي كوبي بيس، ضيفي زيد على عبيد يطلع حميدان، ضيفي حميدان على سلوم يطلع بالخنفسان، يعني سوي انت خليط، شلي من هذا من هذا يطلع شيء فنان. زين انك تاخذين افكار، اذا انك ما بتبدا ما عندك قوه الابداع سيري بييك الالهام، والله ليك الاهل الهام وتعرفين شو تبين شو ما تبين، بتطلعين انت الفايز وبلاش بلاش، ترى ما تصيري الحين انت بيزات ولا بنول ولا تدين شيء ولا شيات، ترى كله بلاش ما شيء مشكله. يعني شوفوا المعرض بكره افتتاحه من الساعه 3 لين الساعه 11 نص الليل، الساعه 11 في الليل خلصون من الساعه 3 هذا بكره، وباقي الايام من الساعه 2 لين الساعه 11 في الليل. تقولون ما حد قال لكم مكان مميز وراعيته ما شاء الله عليها هبه ريح تشرج وتغرب، توها جاي من اخر الدنيا من هيوستن، مكتسب ابوي خبره، مكتسب ابوي نشاط، مكتسب حيويه وحيه تفاد ولا يغلبها شيء، الله يحفظها. قلت ما شاء الله هذا. قال تقول تبى كلمه حق سنابها، ما انت سنابك ابوي زينين ما بزينين شريين زينين، انا طيبه وحلوه يعني مستحيل اني عندهم حلوين وطيبين صدق. استغفر الله كلمه ابراهيم لا حسها والله انك غاوية وصيد الغوة بعد صدق يعني الله يحفظك. نعم ان شاء الله مصدقه يا كذب والله انا اعرف عمري يعني يمشي مالك بسم الله عليك كل زين وكل فنان يعطيك تحياتي لك وسلمي على اهلك مايه نورت الشارجه الله يسلمك ولا يخلينا فرحنا بيك نحن انا كثر ريتك عادي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انزين خلينا نشوفك ان شاء الله فعاليات مهرجانات وبعد كذا زين بنعزمك على ذبايح على عيش ولحم والله انا عيزتني ما تعيزين مره امس بس عليك انت غالبني تشرط يا بوش انت غالب تلحق رقم واحد بس عليك ما شاء الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم سلمي ماي على هلك انزين صرنا عند الحلاق خوز عاد بارك الله فيك طال الاشاره لابقى خضرا متى ولين الحين هو اللي يتشاور يتشاور يصير لو ما يصير اي صرت واحترت اقول كم صرنا عند الحلاق ولقطنا الويه وسوينا هاي قرضه بين الخان والليه ترى اللي يسال عن قرضه بين الخان والليه خط هذا تحت الزلف هذا شي شرات الوسم هذا مسمينه بين الخان والليه اي والله وزحبنا حين عمرنا للسيرة وان شاء الله اذا الله راد الويه ولقطنا ومزحبين الامور كلها هناك ام محمد ام قصره حق السامان محطوط في الشنطه هو اللي يوم واحد انا بيلس كان شال ثلاث لبسات سبحان الله تخيس لبسه ولان عندي لبسه ثانيه ما ناوي والله اشيل هاند باك لكن ما بروم حين اشيل هاند باك لانه جوات اثنين ثلاث لبسات انخاست وحده لان الثاني زاهب وشو بقولكم امور ما في اي هاند باك الا يوم واحد مفروض اشيل هاند باك لكن الهاند باك مالتي ما بتشل جواتي اثنين وما ادري شو ما ادري شو شغله الله مغني عنها الله اعلم وسكوتلند هناك يظني بارد ما بارد الله اعلم اظني 16 18 درجه الحراره قوم بر الرقيبه منصور كلهم وصلوا انا اخر واحد بسير اخر واحد بسير من مجموعه هنا احنا كلهم واصلين ورابسين ومسولفين وانا ابوي ميلس بعدني اتساحب لان اليوم كان عندي شغل صرت اتشرع عيوني وانا اذا ما اسير واتشرع روحي ما شيء فايده والله ما علينا سحبت سماكم في الرمضان رمضان ترى ما شيء باجي أنا أربع خمسة أيام ونون أبوي مسوت لكم تخفيضات لا صارت قبلها ولا بعدها مسوي تخفيضات من الخاطر مسوي لكم خدمة من خطرهم من خواطرهم الداخلية يبون يسوي لكم شيء يكون يتيملون يبون اللجر يبون
ينفعونكم، يبولكم المنفعة، يبولكم التوفير، يبولكم أبوي الشيء الزين المميز اللي ماشي شراته في الدنيا العودة. نون أبوي جاي بكل ما تملك من قوة تبع تقدم خدمات ما لها مثيل في كل المواقع، هي لازم تاخذ الأول، لازم تاخذ الأول وتغدي هي المميزة في جميع الأبليكيشنات، لأنها هي منتجات أصلية 100% لين تاريخ 6/5، الخصم من 10 لين 70% لين تاريخ 6/5، الخصم من 10 لين 70% تقول ما حد قالكم في الدنيا العودة ما حد تسوى هالنمونة خصم. شفت اللي يقولك والله مسوين بيع اللص مخلص، مسويكم بيع اللص مخلص، وايد ضروري تتلاحقون وتغتنمون هالفرصة. فرصة هاي ما تحصل دوم، الفرصة هاي ما تحصل دوم لين تاريخ ابوي 6 في الشهر، لين تاريخ 6 في الشهر، ما في الحاضر مدح. لا تقولون ما حد قال لكم، كل شيء ابوي عليه خصم لين 70%. الألبسة، الإلكترونيات، الاكسسوارات، المكياج، العطورات، كل ما يحتاجه المنزل موجود عندهم، حتى إلى التحف، حتى إلى الملابس الداخلية، العطورات، كل شيء تبونه. ولين ابوي تاريخ 7 من الشهر لبيهل، لين تاريخ 7، والخصومات تصل إلى 70%. بحياته ما استوى هالنمونة، أي حد في الدنيا العودة ما سوى هالخصم الكبير من 10 إلى 70%، هذا شيء وايد كبير. تقدر تدخل وتتصفح وتشوف اللي تباه، كل شيء موجود عندهم. في أشياء أنا عدها وأشياء ما عديت لكم من كثرها، حتى السوع، الإلكترونيات بأنواعها، التلفزيونات، الروادو، المسجلات، كل شيء، أدوات المطبخ، أي شيء يخص المطبخ موجود، ديكور، ديكورات كاملة، كل شيء موجود عندهم. الأثاث بجميع أنواعه من جميع أنحاء العالم كله عندهم، حتى لين الأفران، لين الطباخات، لين جذور الضغط، جذور وعيان. لا تصير بعيد، كل إنسان حرسه بميزانيته، تروم تشتري شيء ب1000 وتروم تشتري شيء ب100، اللي عنده لك بيروم يطيرهن، واللي عنده ربية بيروم يطيرها. طرق الدفع والتسديد آمنة عند التسليم أو بالفيزا، التوصيل في نفس اليوم أو في خلال 24 ساعة. أولا منتجاتهم أصلية ولايتية على بطنها وظهرها، في حال ما يازلك المنتج تروم ترجعه وتسترد أو تستبدل اللي تبى. مرة أموركم طيبة. انزين، واللي ما خبرناكم عنه من قبل، التوصيل مجاني، هذا أولا. وثانيا في حال أبوي البهانس أبوي مكسرات شوي الشهر هذا، تروم تقصد، تقصد في شهر شهرين ثلاثة، أنت عارف واتفاقك وياهم بالأقصاد، شيء انخد شيء جيبت 1000 ولا 10، يرومون يقصدون لك بالأقصاد المريحة. أبو محمد، أبوي دواركة فاتحة مطعم من وراك في الشارجة. يا سلام، مطعم دواركة النباتي. أبو محمد، أبوي دواركة فاتحة مطعم من وراك في الشارجة. يا سلام، مطعم دواركة النباتي. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب، ومخزنات كلهن، السيرات والييات، البحور والبرور، الطباخ والنفاخ، القصص، الخراريف، السيره، الييه، كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولون ما قلنا لكم، كل شيء موجود على اليوتيوب، طالعوني على اليوتيوب، لا تقولوا ما قلت لكم. ندخل على اليوتيوب، اكتب خالد الخالدي، دق على قناتي، خلاف هوس على اشتراك، تفعل الجرس بس.